اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن كأس العالم للأندية. اعتقد دلوقتي الصورة ابتدت تتضح شوية لكل السادة المشاهدين بعد اعلان القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني مع ضم الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبدر بنون لمنتخبات تونس والمغرب ومالي خلال الفترة الأخيرة. واصبح دلوقتي لدى النادي الأهلي 9 لاعبين في الكاميرون خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية. طيب ايه الوضع؟ زي ما كنت بتكلم معاكم خلال الفترة اللي فاتت وبجيب لكم الأخبار والكواليس بخصوص كأس الأمم الإفريقية، والحمد لله كل كلمة قلناها حصلت بالملي وبالسنتي وبالكلمة في كل خطوة حصلت بالساعة وبالدقيقة في الفترة السابقة بخصوص موعد كأس الأمم الإفريقية. طيب كأس العالم للأندية لغاية النهاردة وأنا بنتكلم معاكم بتاريخ 29 ديسمبر قبل بداية العام الجديد 2022، وفي اتصالات مباشرة مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية في أبو ظبي ومع بعض المسؤولين في إدارة المسابقات في الاتحاد الدولي. كأس العالم للأندية في موعده خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير، ولا تعديل ولا تغيير على الموعد حتى هذه اللحظة، ولا توجد أي اجتماعات متعلقة بتغيير هذا الموعد خلال الفترة القادمة. أي قرار لتغيير ميعاد كأس العالم للأندية بيتطلب اجتماع لإدارة المسابقات مع مجلس الفيفا، عشان ده بيغير في ميعاد الأجندة خلال الفترة اللي جاية، وتنسيق مع كل الاتحادات القارية. ده ما حصلش ولسه ما حصلش، فده بيأكد لغاية اللحظة دي إن البطولة في ميعادها. حاجة تانية حصلت خلال الساعات القليلة الماضية بتأكد إن الميعاد ده هو الميعاد الرسمي والنهائي. الاتحاد الدولي فتح على السيستم التي ام اس ميعاد القايمة النهائية للأندية المشاركة في كأس العالم في أبو ظبي، وحدد، وده قلناه قبل كده بس النهارده في جديد، حدد ان كل فرقه هتشارك في البطوله قبل اول مباراه ليها تبعت القايمه النهائيه من 23 لاعب زائد 5 لاعبين في حاله الكورونا لا قدر الله بحد اقصى قبل 48 ساعه من اول مباراه. وده خبر مش جديد، اتقال قبل كده وقلناه قبل كده، ولكن الجديد ايه؟ التيم اس الفيفا حدد ان اول فبراير هيكون هو الميعاد الرسمي لتسجيل القايمه النهائيه، وبالتالي التيم اس هيسجل من 1 فبراير القايمة النهائية. لو عندك مباراة يوم 5 يبقى أنت عندك من 1 فبراير ل 3 فبراير لتسجيل القايمة النهائية. لو عندك مباراة يوم 8 زي تشيلسي مثلا يبقى عنده التوقيت من 1 لغاية 6 قبل مباراة يوم 8. الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي عندهم مباراة يوم 3 فبراير، فعنده من 1 ل 3 فبراير عشان يسجل القايمة النهائية اللي هي من 23 لاعب زائد 5 حالات كورونا، إذا لا قدر الله أي لاعب أصيب من ال 23 تاخد واحد من الخمسة. هي مختلفة عن كأس الأمم، كأس الأمم أنت بتحط الخمسة وبتلعب بيهم مع ال 23، لكن في كأس العالم أندية لا، الموضوع مختلف. 23 دول أساسيين، والخمس لعيبة اللي بتاخدهم معاك البطولة بتختار منهم حد لا قدر الله لو واحد من 23 جات له كورونا فبتستبعده. فبالتالي اتحدد ميعاد القايمة النهائية 1 فبراير. الأهلي عنده ماتش يوم 5 فبراير مع مونتيري المكسيكي، بالتالي من 1 فبراير ل 3 فبراير عنده 72 ساعة يسجل القايمة النهائية. طب القائمة المبدئية آخر ميعاد لإرسال ال 35 لاعب من ضمنهم 4 حراس مرمى يوم 3 يناير. 3 يناير يعني بنتكلم بالظبط في حوالي 5 6 أيام. المواعيد دي أصبحت رسمية ونهائية، وقرار فبراير ده إن دل على شيء بيدل إن ده التعديل اللي طرأ بدل من ميعاد 24 يناير، عشان الأهلي أو تشيلسي لما يختار قائمته لو عنده لعيبة بتلعب في كأس الأمم يبقى عارف موقفها. طيب دلوقتي إحنا عندنا في 9 لعيبة من الأهلي موجودين في كأس الأمم الإفريقية. ماذا لو الأهلي سجل 23 لاعب من ضمنهم التسعة، والتسعة وصلوا لمرحلة الدور نصف النهائي اللي هيتلعب أيام 2 و3 فبراير، وبالتالي طالما وصلوا نصف النهائي سواء لعبوا مباراة نهائية أو تحديد مركز الثالث الماتشين أصلا يوم 6 فبراير، يعني مش معاك يوم ماتش 5. القايمة ساعتها هتبقى 14 لاعب. الموقف القانوني ايه وقتها وساعتها؟ انا اتمنى خلال الساعات الجايه المهندس احمد مجاهد يطلع بقى يشرح الهدف من التصريحات اللي كان قالها قبل كده. الاهلي هيلعب بكامل نجومه والمنتخب هيلعب بكامل نجومه، تفسيرها ايه؟ لان هو كان بيراهن حسب معلوماتي ان كاس الامم هيترحل ميعاده ويتلعب في توقيت اخر غير يناير 2022، وبالتالي اصبح هذا الخبر او هذه المعلومه ليست لها محل من الاعراب، والبطوله في ميعادها وكأس العالم للأندية في ميعادها. الفكرة هو هل ممكن يكون في توقع أن المنتخب يخرج من دور الثمانية فبالتالي اللعيبة هتلحق كأس العالم للأندية؟ مش عارف، أتمنى يخرج لأن خلاص الانتخابات بتاعت اتحاد الكرة كلها أيام 5 يناير الأربع اللي جاي، يعني انتخابات اتحاد الكرة الأربع اللي جاي، وهنتعامل مع مجلس إدارة جديد بيقود الكرة المصرية للفترة اللي جاية. فأتمنى خلال الساعات اللي جاية المهندس أحمد مجاهد يطلع يشرح لنا الموقف الرسمي هيبقى إيه لما يبقى فيه 9 من اللعيبة من 9 لعيبة من النادي الأهلي
في الكاميرون، والأهلي محتاج يرسل القائمة بتاعته بحد أقصى يوم 3 فبراير إذا تأهلت مصر وتونس والمغرب ومالي لمرحلة الدور نصف النهائي. وبالطبع بنتمنى منتخبنا الوطني مش يوصل نصف النهائي فقط، لا يلعب المباراة النهائية ويرجع بكأس الأمم الإفريقية. طيب حاجة تانية، وده خبر جديد في سياق الحديث عن فكرة أن البطولة في ميعادها حتى هذه اللحظة. في اتصالات أجرتها النهاردة الصبح مع المسؤولين في الاتحاد الدولي، هناك اجتماع في بداية الأسبوع القادم مع اللجنة العليا أو اللجنة المنظمة في أبو ظبي عشان تحديد التوقيت اللي هيتم فيه فتح باب الشراء التذاكر من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. والمعلومة اللي وصلتني أن يوم 5 يناير هيتم فتح السيستم لشراء التذاكر من خلال موقع فيفا عبر الانترنت. فبالتالي يوم 5 يناير لو جه، والمعلومة أنا متأكد منها بنسبة كبيرة، و5 يناير جاي وهنشوف طرح التذاكر. طيب التذاكر اتطرحت يوم 5 يناير، كده الموضوع هيكون اتقفل بنسبة 1000000%. 5 يناير لو التذاكر اتطرحت في التوقيت ده بتواريخ ومواعيد بطولة كأس العالم للأندية، الموضوع أصبح منتهي، البطولة خلاص بنسبة 1000000% في ميعادها، لأن شراء التذاكر وراء تفاصيل كتير ما تقدرش تغير في ميعاد البطولة، لأن في ناس بتحجز تيكت للتذكرة من خلال الإنترنت، في ناس بتحجز طيران، في ناس بتحجز إقامة عشان تقدر تسافر أبو ظبي وتحضر في البطولة. حاجة تانية كمان قبل ما أختم وأطلع فاصل، في جزء من التذاكر اتبعت للرعاة وللأندية، في جزء من تذاكر كأس العالم للأندية اتبعت للرعاة وللأندية، فكل دي مؤشرات بنسبة كبيرة جدا البطولة في ميعادها. وأتمنى يكون في تفسير بقى الفترة الجاية إزاي الأهلي هيلعب كأس عالم أندية في كل هذه المعطيات وتسع لعيبة موجودين في الكاميرون، وده القوام الأساسي، ومحدش يجي يقول لبيتسو موسيماني اختار لعيبة تانية، ده اختيار فني، من حق اختار القائمة اللي أنا شايفها اللي هتشارك في كأس العالم للأندية. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونلقي الضوء على مباراة الأهلي والزمالك وفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في تلك المباراة الكبيرة اللي اتلعبت في ملعب الزمالك في مواليد 2007.